الدعوة للتلاميذ الأوائل. وبينما كان الجمع محتشدين حوله ليسمعوا كلمة الله، كان واقفا على شاطئ بحيرة جنيسارت، فرأى قريبين راسيين على جانب البحيرة وقد غادرهما الصيادون وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القريبين وكان لسمعان وطلب إليه أن يبتعد قليلا عن البر، ثم جلس يعلم الجموع من القارب. ولما انهى كلامه قال لسمعان: ابتعد إلى حيث العمق واطرحوا شباككم للصيد. فأجابه سمعان: يا سيد، قد جهدنا طوال الليل ولم نصد شيئا، ولكن لأجل كلمتك سأطرح الشباك. ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا حتى تخرقت شباكهم، فأشاروا إلى شركائهم الذين كانوا في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدونهم، فأتوا وملأوا القاربين كليهما حتى كاد يغرقان. ولكن لما رأى سمعان بطرس ذلك سجد عند ركبتي يسوع وقال: أخرج من قاربي يا رب، لأني إنسان خاطئ. فاستولت الدهشة عليه وعلى جميع الذين كانوا معه لكثرة الصيد الذي صادوه، وكذلك على يعقوب ويوحنا ابني زبدي الذين كان شريكان لسمعان. وقال يسوع لسمعان: لا تخف، منذ الآن تكون صائدا للناس. وبعدما رجعوا بالقاربين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا يسوع.